هذا وقد التقى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية مع الجنرال زبير محمود حيات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية برئاسة الأركان المشتركة في مدينة روالبندي. وقد رحب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني إلى باكستان، والتي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وباكستان. بهذه المناسبة أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، إنما يعكس جهودا ثنائية بين البلدين استمرت لسنوات طويلة من اللماء والازدهار. كما أشاد بدور الجيش الباكستاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وباكستان على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق منها بالمجال العسكري.